طبعا فرقة شباب، الفرقة التالتة صعبة إدارة، صعبة محاسبة. هنتكلم النهاردة في لكتشر 7 إن شاء الله عن الجزء الثاني من التاكس on non-commercials. What if the taxpayer is not keeping regular books؟ تمام، يعني انا دلوقتي التاكس باير في المره اللي فاتت كان كيب ريجولر بوك، فاعترفت بالاكسبنسز بتاعته وشفت الريفينيوز بتمشي ازاي، الحاجات اللي بيقدمها، وصلنا ازاي بنعمل بريبريشن للتاكس ديكلاريشن بتاعه. احنا دلوقتي عندنا تاكس باير نوت كيبنج ريجولر بوك، فلو التاكس باير نوت كيبنج ريجولر بوك ده معناه ان الريفينيو بتاعه will be determined on arbitrary basis، يعني بيسموها تقدير جزئي من وجهه نظر ظروف بقى السوق، المأمور، الضرائب، whatever ايه بتتحدد او بيتم تقديرها بشكل ما. هتلاقوا في الاقرارات الضريبيه اللي موجوده تقدير لبعض المهن. المهم، وانا كتاكس اوفيس مش هعترف باي اكسبنس دي. طبعا الكونتريبيوشن واللايف انشورنس دي مش ما تعتبرش من ضمن الاكسبنس، لا انا بتكلم على الريجولر اكسبنس. ف طب هنقدر له الاكسبنس بيزد على ايه؟ قال لي بيزد على 10% from the total revenue، يعني لو كان التوتال ريفينيو بتاعه مثلا 100,000 يبقى الاكسبنس بتاعت الراجل ده 10,000 بيزد على اللي هي 10%. وعايزك برضو تسيرش معايا تشوف لي القانون، يمكن يكون غير النسب بتاعت التقدير الجزئي للمصروفات. اوكي، طيب لو انا جيت دلوقتي قلت تعالوا نشوف اكزامبل على اللي انا بتكلم عليه ده. ده التاكسبل ريفينيو، هعترف بالريفينيو اوف الفري بروفيشنال نون كوميرشال، وهعترف بالريفينيو من سيلينج الانتلكتوال بروبرتي اللي هي الريفينيو العاديه، بعترف له بكل الايرادات، وبعترف له كمان بالاربيتري بيزس ريفينيو. يديني التوتال تاكسبل ريفينيو، اعمل منه ديدكشن للكوست اند اكسبنسز، مش اللي هو هيقول لي عليها، لا مش هعترف له باي حاجه هيقول لي عليها. امال ايه؟ 10% only from the total revenue. تمام، ده هيديني زي بقى ايه العادي اللي هي التاكس ديكلاريشن، يديني النت ريفينيو، نت تاكسبل ريفينيو بيفور كونتريبيوشن، نعمل ديدكشن للكونتريبيوشن، والكونتريبيوشن اتفقنا 3 كيسز. لو التوتال اماونت اوف الكونتريبيوشن بايد للجفرمنت يبقى it will be approved as a deduction بالتوتال اماونت. لو الـ total contribution paid لprivate organization not controlled by the government يبقى no deduction زي poor families مثلا، وفي جميع الأحوال no deduction for any personal expense، يعني أنتوا أكيد عارفين. طيب والـ ماشي يلا. تالت كيس، لو الـ contribution paid لprivate organization controlled by the government يبقى الـ maximum limit 10% او 10 over 110، او تراك سيرش على البوينت دي في القانون هتبقى عامله ازاي. طيب ويديني التوتال تاكس والريفينيو افتر كونتريبيوشن، نعمل ديدكشن لللايف انشورنس عشان اوصل لل تاكس بالنت بروفيت. في ناس في المحاضره اللي فاتت قالت لي الشرائح الضريبيه، يا جماعه ده كان مثال بس، يعني انا قلت لكم الشرائح الضريبيه بتختلف او بتتغير كل شويه في القانون، فانت حضرتك هتجيب لي الشرائح الضريبيه الجديده 5,000 بقى 10,000 20 30 وات ايفر الشرائح اللي متطبقه. المهم ان احنا بنوصل للتاكس بالنت بروفيت. يعني طيب بص يا شباب، يبقى احنا بنتكلم على التاكس on non-commercial activities or profession لو التاكسبير not keeping regular books.
تعالوا نشوف الاكزامبل ده مع بعض. اي معلش بس اي شرائح ضريبيه هننزلها في السلايدز دي يا شباب، او اللي هتلاقوها مثلا في الكتاب، ممكن تكون محتاجه تعديل، فعادي مفيش مشكله. خلاص انت عارف التاكس براكت تتحسب بناء على ايه في القانون الجديد اللي عندك، صح كلام؟ طيب a taxpayer own a private office to practice the profession of accounting and auditing revenues. Revenues were estimated on arbitrary basis 100,000. يبقى ده معناه ان هو ايه not keeping regular ايه regular books. بعد كده he sold an equipment ب 40,000، البوك فاليو 16,000، يبقى ده معناه ان في 24,000 كابيتال جين. يبقى انا مش هعترف ب اي اكسبنس، بس هعترف بالريفينيو. يعني لما اجي اجيب التاكس بالريفينيو، لما اعمل الاقرار الضريبي تاكس بالريفينيو، هنيجي نقول الاربيتري ريفينيو 100,000، بعدين الكابيتال جين انا ام سبوز ان الايكويبمنت دي يوز ان براكتسنج ذا بروفيشن، تمام؟ فالسيل برايس 40,000 ماينس البوك فاليو 16، يبقى كابيتال جين 24، يبقى توتال 124,000، ده توتال تاكسبل ريفينيو. مش هنعترف له بالاكسبنسز، يبقى هنا ايه الاكسبنسز بقى. طيب ايه الاكسبنسز اللي هنعترف بيها؟ اولا 10% من التوتال تاكسبل ريفينيو، هي دي الاكسبنسز اللي هنعترف بيها. يبقى 124 multiply 10% 12400، تمام؟ يبقى ده النت taxable revenue before contribution. Net taxable revenue before contribution. طيب ايه تاني؟ ده اللايف انشورنس. احنا قلنا اللايف انشورنس بيجي بعد النت taxable revenue after insurance 3,000، اوكي دفع الماكسيمم ليميت. He won a prize. احنا اتفقنا اي prizes مش هتدخل معانا في الضريبه دي، لان لازم تكون from practicing the ايه the profession. المهم هنستوب لحد هنا. ده البرايس اخذها من لوتري ايجيبشن فيرست ايد سوسايتي ريجسترد، يعني ابروفد باي ذا جفرمنت. ماليش دعوه بالجايزه، بس ليه دعوه ب in which he donated 12,000 ايجيبشن باوند to the society. يعني ايه؟ يعني هو كان عامل دونيشن، يبقى ده كونتريبيوشن 12,000. طيب ال 12,000 دول ايوه يلا قولوا لي ابروف ولا لا؟ لا لازم نشوف ال ليميت بتاعهم. ليه؟ لان ده كونتريبيوشن بايد لبرايفت اورجنايزيشن كنترولد باي ذا جفرمنت. تعالوا نشوف كده، نطلع بس الليميت ده 611,600، 10% من 111,600 or ال actual paid اللي هي 12,000. ده هيطلع 11,160. يبقى الماكسيم ليميت بتاعه 11,160 وهو دافع 12,000، يبقى انا هعمل له ديدكشن ل 11,160. هوصل للنت ريفينيو، تمام؟
net taxable revenue after الكونتريبيوشن. طيب وبعد كده يعني شايفين التاكس ريت دي اتعدلت مره اتنين تلاته اربعه، اتعدلت بتاع اكتر من اربع خمس مرات. فحضرتك سيب ده خالص، كنسل ده، وخد لي الشرايح الضريبيه الجديده اللي انت عملتها لي لما جيت عملت الريسيرش عن الاصرار الضريبي. تمام؟ تمام. كمان هنا مش هنعترف له باللايف انشورنس، يبقى الاربيتري بيزس، الاربيتري بيزس احنا هنعترف له بحاجه واحده بس من الاكسبنسز وهي الكونتريبيوشن، ومش هعترف له باي اكسبنس، والاكسبنسز هتتقدر 10%. هنزل لك الفايل بقى تحل المسائل، ودكتور محمد شعبان في السكشن هيحل معاك مسائل على التاكس اون نون ايه كوميرشال، هينزل لك بعض المسائل على التاكس اون نون كوميرشال، تحاول تحل على قد ما تقدر، ومش عايزكم تتلخبطوا يعني لو في تعديلات او اي حاجه، لان في انتوا عارفين ان المواضيع قوانين وممكن وجهات نظر ان دي اد او دي لاست او دي ابروفد او دي نوت ابروفد، فمفيش مشكله يعني احنا مش عايزين لخبطه، احنا عايزين نفهم السيكونس بس بتاع اعداد الاصرار بيبقى ماشي ازاي. تمام؟ طيب في حاجه عايزين نشرحها تاني، في حاجه اسمها تاكس لوس كاريت فورورد. اولا حضرتك عارف ان الضريبه بيتم فرضها على ايوه المكسب. طب لو انا حققت خساره الضريبه هيتم فرضها عليا، مفيش ضريبه؟ لا، ده كمان القانون سمح ان انا اقدر استخدم ال loss to reduce the amount of the profit subject to tax. يعني مثلا فرضا لو انا السنه اللي فاتت محقق loss 20,000 والسنه دي محقق مكسب 100,000، يبقى التاكس براكت بتاعي التاكس الاماونت اوف البروفيت سبجكت تو تاكس 80,000 بس. ليه؟ لان القانون سمح ان انا اقدر استخدم اللوسز تو ريديوس الاماونت اوف البروفيت سبجكت تو تاكس. اتفقنا؟ طيب بس نخلي بالنا من حاجه، ان اللوسز دي انا اقدر استخدمها تو ريديوس الاماونت اوف البروفيت لماكسيمم بيريد 5 years، يعني اكثر مده اقدر اكاري او اللوس دي ويل بي فاليد هي 5 سنين، ما اقدرش بعد ال5 سنين استخدم. يعني ايه؟ يعني تعال نشوف الاكزامبل ده. في سنه 2000 و خليني اقول بقى ايه 2015 الشركة محققة لوس 100,000، هندفع ضرايب؟ لا مش هندفع ضرايب. وده كان بي كارد فورورد، احنا هنا 2015 2016 و17 و18 و19 و20 و21. تمام؟ لا على حسب الجزم يعني هنعدل. طيب واقدر استخدم اللص اللي عندي دي في ان انا ما ادفعش ضرايب لمده قد ايه؟ 5 years. 2016 بقى عندي ريفنيو قد ايه؟ 20,000. هل هدفع تاكس في 2016؟ لا. ليه؟ لان انا عندي لص اوريدي من السنه اللي قبليها فمش هدفع ضرايب، يبقى كده لسه عندي بالانس في اللص قد ايه؟ 80,000 اقدر استخدمهم، بس ماكسيمم بيريد كمان قد ايه؟ 4 سنين، لان الخمسه عدى منهم سنه. سنه 2017 حققت البروفيت 40,000، هدفع ضرايب؟ لا مش هدفع ضرايب لان اوريدي لسه عندي بالانس 80,000 من اللوس، يبقى كده البالانس في اللوس قد ايه؟ 40,000. ال 40,000 كان بي كارد فورورد لمده قد ايه؟ 3 سنين. 2018 حققت البروفيت 30,000، هدفع ضرايب؟ لا، لأن أنا لسه عندي راس 40,000، يبقى كده اللوس that can be أو could be carried كام؟ 10,000، valid لمدة سنتين. 2019 حققت لوس قد إيه؟ 20,000، ما ينفعش أجمع اللوس. ليه؟
لأن ال 20,000 valid لخمس سنين، ال 10,000 valid لمدة سنة واحدة بس، فال validity بتاعتهم بقت مختلفة، فما اقدرش ان انا اي اجمعهم مع بعض. طيب سنة 2020 حققت بروفيت 8,000، وانا عندي لاف 10 و20، نستخدم الاول دي انتهت صلاحيتها، استخدم دي 10,000، يبقى ده معناه ان انا لسه عندي لاف 2000 وعندي لاف 20,000. ال2000 الفاليديتي بتاعتها بقت زيرو، 5 سنين انتهوا، 2015 ل 2020 انتهت خلاص، ما اقدرش استخدمها 2021. ليه؟ زيرو فاليد، لان القانون سمح ان اللوت كان بيه كارد فورورد ماكسيمم لمده قد ايه؟ 5 سنين فقط. طيب ال 20,000 كان بيه كارد فورورد قد ايه؟ 4 سنين كمان، لان 5 سنين عدى منهم سنه. طيب سنه 2021 الشركه حققت تاكسبل بروفيت 40,000، وانا كان عندي بالانس لللوس 20,000، يبقى ده معناه ان التاكس بالنت بروفيت 2021 20,000. ال 20,000 هي اللي هنمسكها بقى ونضربها في التاكس ريت اللي هي ايه، اول 5000 زيرو، والشريحه اللي بعد كده 10%، واللي بعد كده 15 and so on. فلو كان النون بروفيشنال ده، او سوري النون كوميرشال اكتيفيتي ده مديلك ليه تاكس لوس كارد فورورد، لازم تبص للسنين اللي فاتت انت هتقدر تستخدمها ازاي. اتفقنا؟ طيب ممكن تعملها بالطريقه دي، او ممكن تعملها بالطريقه اللي احنا حلينا بيها في المحاضره. اي قانون زي ما اتفقنا بيبقى فيه افات، مين الاكزامبتد المعفي طبقا للقانون من الضريبه بتاعه التاكس اون نون كوميرشال اكتيفيتي؟ اللي معفي من التاكس اون نون كوميرشال اكتيفيتي هي الايديوكيشنال فيرم، الريفينيو اوف رايتنج اند ترانسليشن، الريفينيو اوف البوكس بتاع التيتشنج ستاف ممبر يونيفرستي انستيتيوتس اند اذر، الريفينيو اوف الارتست فورميشن، الريفينيو اوف نيو ممبر اوف بري بروفيشن، اللي هي يعني لما بيبقوا اعضاء جدد فالقانون بايه؟ بيعفيهم لمدد محددة، يعني 3 سنين 4 سنين على حسب يعني. طيب ده كان بروفيشن برضو الاكزامبل ده هينزل لكم، وكان not keeping regular books، يبقى هنعترف بالريفنيو on arbitrary basis، ومش هنعترف بأي expense إلا الكونتريبيوشن. وخلي بالكم إن البيريد مهم أوي، لان فاكرين لما جينا قلنا ان التاكس الانكم تاكس هي انيوال تاكس فيما عدا اللي بينص عليه نص صريح ان هو في اكسبشن، يعني لو انا مثلا ابتديت السنه الماليه بتاعتي شهر 4 انا ابتديت شغل، يبقى ما ينفعش الجفرمنت تحسب لي ضريبه عن سنه، لازم تبقى عن 9 شهور، لان انا ابتديت من جزء من السنه مش السنه كامله. اتفقنا؟ فهتبقوا تحلوا الاكزامبل ده، مفيش مشكلة. لو شفنا بعض المسائل بالشكل ده، ودي الدكتور محمد هيدربكم عليها ان شاء الله. ده revenue and expenditure account based on cash basis. Cash basis. فحضرتك دي ال revenues، يعني revenues في الكريدت سايد، ودي ال expenses في الديبت سايد. ومدي لك بعض المعلومات وبيقول لك احسب لي التاكس ديو او الاماونت اوف التاكس. طيب يعني نبدا ازاي؟ ما فيش مشكله، الموضوع بسيط جدا. حضرتك بتمسك ايتم ايتم، ده مثلا دكتور فبيعمل اكزامينشن ان هيز كلينيك وهوم فيزيت وسيرجيكال اوبريشن وكابيتال جين. هل وتبتدي تشوف المعلومات، طالما ما قالش اي حاجه يبقى كل ده انت تفترض ان هو انكلودد. انما لو جه قال لك ان مثلا 1000 كولكتد ان ادفانس انكلودد، لانه قلنا الضريبه ايه اون كاش بيز، 1800 في الريفنيو فروم اوتسايد ايجيبت نوت انكلودد،
طالما ما ذكرش المين ايه المين اوف. طيب يبقى الريفينيو ده كله انكلودد وابروفد في التاكس بالريفينيو. انا بوضح لك بس ايه يعني السيكونس بيمشي ازاي، وانت بقى هتحل. يعني عندك هنا ايه بروبلم 5، عندك 6، ده غير طبعا المسائل اللي هينزلها لك برضه دكتور محمد. عندك مسائل كتيره جدا حضرتك تقعد تحل فيها قد كده. تمام. طيب انا بوريك بس ايه الشكل ده، ايه ايه الشكل ده، ده ريفينيو اكسبنس اكاونت. تمام، هتلاقوا المساله دي محلوله. انا كنت قلت لكم المره اللي فاتت سيرش يا جماعه الجوينت اكسبنسز، القانون نص عليها ايه الجوينت اكسبنسز. الجوينت اكسبنسز هل 2 اوفر 3 1 اوفر 3 ولا 80 20% او اي حاجه ثانيه انتوا اسالوني. المهم عندي اكسبنسز بقى السالري اوف دي نيرسز مش نيرسز، عندي electricity and water, subscription standard, purchase of medical equipment. ايه ده، واحنا بندخل ال purchase of medical equipment ولا بندخل ال depreciation؟ لا بندخل ال depreciation، يبقى ده مش expense. car expense وال car expense jointly used. life insurance, legal alimony، نفقة، نفقة يعني whatever the personal expense. ايه اللي جابه هنا؟ no deduction for any personal expense. contribution مش محدد لي، هيحدد لي بقى في الازر او في الاديشنال انفورميشن دي. فحضرتك بتاخد الاديشنال انفورميشن وبتحل او تتعامل على الاساس ده. طيب يعني تعالوا نشوف كده مع بعض. هعمل هنا preparation للتاكس ديكلاريشن. هنبتدي من التاكس والريفينيو. طيب الفيز هو هنا عايز يلخبطني فبيقول لي الفيز هكمل معاك هون. Fees from examination of his clinic included and fees from visits at home included. الثمان تلات فيز فروم سيرجيكال اوبريشن بيقول لي ايه بقى؟ doesn't include يعني الحاجات دي مش موجوده فيها. يبقى الفيز فروم سيرجيكال اوبريشن هي 8000. طب not included ايه بقى؟ نمبر 1000 ايجيبشن باوند كولكتد ان ادفانس معانا. طب هي ما كانتش موجوده، نزودها ليه؟ علشان الضريبه دي اون كاش بيز. طيب 1800 collected in advance from tax from surgical operations with taxpayer performed outside Egypt. لا مش معايا. يبقى الفيز from surgical operation 9000. طيب ايه تاني؟ الكابيتال جين. كابيتال جينز انا هدي الايه الاوتلاين بس، يعني ارقام بقى انتوا تطلعوا التوتال بالكلام. يبقى ده اسمه توتال تاكسبل revenue minus allowable deduction. يلا نمسك بقى حاجة حاجة. أول حاجة ال salaries of the patient معانا طبعا 8000. ال owner مالوش salary، وخلي بالكم من الرelatives القرايب ماشي. electricity and water معانا، لأن يعني الحاجات دي paid. طيب subscription للستاندرد، يبقى احنا قلنا subscription للستاندرد ممكن يكون subscription to practice the profession، وممكن يكون subscription pension fund. البنشن fund ده على جنب، هو اللايف انشورنس قلنا الماكسيمم ليميت 3000 وبيجي
بعد ما بنعمل ديدكشن من النت ريفينيو افتر كونتريبيوشن، صح كده؟ طيب يبقى هنا البنشن فاند سبسكريبشن سوري تو الساندجيت. تو الساندجيت بقى هنشوف في الاذر انفورميشن بيقول لي سبسكريبشن ان ذا ساندجيت انكلود 300 بنشن فاند، لا يبقى انا هاخد ال 800 نشيل منهم 300 على جنب، لان ال 300 دول بيتخصموا بس من بعد ما نجيب النت ريفني افتر كونتريبيوشن، اتفقنا؟ يبقى احنا هنابروف ال 500 دلوقتي وال 300 على جنب لما نقارنهم باللايف انشور. طيب البيرتشيس اوف ميديكال ايكويبمنت ماليش دعوه طبعا بالبيرتشيس، يعني ليه دعوه بالديبريشيشن اكسبنس بتاعها. ديبريشيشن اكسبنس قال لي تحت ان هي ديبريشيشن 10%، يبقى 10 اوفر 100 من الكوست بتاعت الايكويبمنت. طب الكوست كانت كام؟ 6000، 10% من 6000. طب ده ديبريشيشن فور 1 يير، انا ما اشتريتهاش من اول السنه، اشتريتها من اول جولاي، يبقى 6 على 12 يبقى الديبريشيشن اكسبنس قد ايه يا شباب؟ 300. تمام، انا ما بحطش الكوست، انا بحط الايه؟ الديبريشيشن. اللايف انشورنس 1000 هنزودهم مع ال 300 بتوع البنشن فاند، يبقى ال 1300 دول هيتخصموا من بعد ما نجيب النت ريفينيو افتر النت تاكسبل ريفينيو افتر كونتريبيوشن. تمام، الليجل الاميني لا مفيش حاجه اسمها ليجل الاميني لان دي برايفت ايه؟ اكسبنس. حلو، خلاص هعمل ده ماينس ده هيديني النت تاكسبل ريفينيو، موضوع بسيط جدا. before contribution نعمل minus the contribution. يلا انتوا بقى تقولوا لي contribution هنا 500، ال 500 دي قال لي 200 لل government، يبقى contribution paid to the government approved to be deducted the total amount 200. 500 200 يبقى فاضل كام؟ 300. ال 300 contribution paid للهيلث سوسايتي ريكوجنايز باي ذا جفرمنت. هيلث سوسايتي قد ايه بقى؟ قال لي 200، يبقى هنقارن ال 200 او 10% او وات ايفر بقى انت هتطيب، شوف قلنا النسبه دي من النت ريفينيو وبناخد الاقل وات ايفر الاقل ايه. طيب كونتريبيوشن بايد للبور فاميليز، لا نو ديدكشن. طيب اعمل ماينس ذا كونتريبيوشن ده هيديني التاكسبل، ريفينيو افتر كونتريبيوشن كده فاضل ايه؟ فاضل اللايف انشورنس اند بنشن فاند. هو قال لي ان البنشن فاند 500 سوري سبسكريبشن للساندويتش 800 منهم 300 للبنشن فاند، قلنا هنسيبهم على جنب صح كده اهم، واللايف انشورنس 1000 يبقى 1300 والماكسيمم ليميت 3000، هو دفع 1000 خلاص يبقى احنا هنقسم ال 1300 عشان اوصل للتاكس والنت ايه بروفيت. خلي بالكوا هتلاقي في الحل التاكس والنت بروفيت مضروب في ريت، بعد كده عشان نحسب التاكس ديو حضرتك الريت دي متعدلة، فحضرتك اكتب الريتس الجديدة اللي انت عملت عليها سيرش مفيش فيه اي مشكلة. تمام، ويا ريت بقى بعد ما بنكتب الحلول بتاعتنا بنكتب كمان ال condition او الـ يعني كل item approved not approved و approved ليه مش approved ليه included مش included. خلي بالك من حاجة ان هو هنا مديني كمان tax loss carried forward فممكن ما ادفعش كمان ضرايب ليه؟ 2006 دي خليها 16 2017 2018 20000، يبقى عندي بالانس قد ايه من اللوس؟ كسبت في 2017 5 يبقى فاضل كام؟ 15000. 15000 اللوس هقسمهم كمان من التاكس ديو ده عشان احسب الريت يعني. تمام، هتلاقي بقى كذا مساله بالشكل ده حضراتكم هتحلوهم كله. ااا
او هنخلي دكتور محمد ينزل المسائل دي وحضراتكم تحلوهم ان شاء الله كده. يلا بالتوفيق واشوفكم على خير.